السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل، صباح الهنا. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ جو رصاص 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 اكتر مما تتخيلوا. هنعمل النهارده روتين غدا اليوم بتاعنا العادي، بس الغدا ده مقسوم اتنين، نص لناس بياكلوا حاجة ونص لناس بياكلوا حاجة تانية، عشان تعرفوا المعاناة اللي انا بعانيها في البيت عندي. هعمل اول حاجة طاجن كوسة تحفة، ما تقولوش لعدوكوا عليه، رائع، اتعلمته من امي الله يرحمها ويحسن اليها. وهعلمكم كمان النهارده احنا الفراخ هنحطها في الفرن. اول حاجة انا هشغل الفرن، فبالتالي انا هعمل 4 اصناف في الفرن، ماشي؟ يبقى انا استغليت الفرن، مش هشغل بوتاجاز فوق خالص، خلاص حبايبي. تاني حاجة، انا الفراخ مش هسلقها، وعندي شوربه في الفريزر، ماليش مزاج اطلع الشوربه اللي في الفريزر، فهنشتغل النهارده من غير شوربه ونشوف الاكل بتاعنا يبقى زي الفل وزي العسل. بص يا حبيب قلبي، دي كوسه، كيلو ونص كوسه، ماشي، عليه 4 5 نص كيلو طماطم متقطعه، عليه 3 بصلات كبار متقطعين، بصوا تقطيع كده، بصوا، توم برضو متقطع 5 6. بصوا والله ما هتلاقوا اسهل من الطاجن ده، ورائع رائع رائع. خلاص هجيب معلقه وجيلكم. جبنا المعلقه وجينا، هحط اول حاجه هحط ملح، ما تحطيش ملح كتير لاني هحط النهارده ماجي، بس كده الملح. هحط فلفل، ملح وفلفل بس، ما تحطيش حاجة تانية، ملح وفلفل. عايز تحطي حبهان حطي، عايزة تحطي ورق لوري حطي، مش هيقول لأ، بس هو ملح وفلفل، لا كمون ولا كزبرة ولا الكلام ده خالص خالص. هحط بقى مكعب مرق. ليه مكعب مرق خضار؟ بصوا الخضار، انا بجيب مكعب مرق خضار، هو طبعا كلهم وحشين يعني، عشان ايه ما نقولش كلهم حلوين، كلهم وحشين، بس ارحم من ما فيش يعني. افرضي انت ما عندكيش شوربة، هنعمل ايه؟ ادي مكعب مرق هفرفته كده بس، لان الفراخ النهارده ما دام انا شغلت الفرن انا هستغل تشغيل الفرن، هعمل كل اكلي في الفرن النهارده، فانا مش هحتاج ان انا اسلق فراخ. هفتح كيس الصلصه واجي لكم. بص انا حطيت ايه دلوقتي؟ ده ماجي، بس ماجي فوري. بصوا بيتباع عند العطار، بتجيب الكيس ب5 جنيه ب10 جنيه زي ما انت عايزه، فوري. بصوا بودره، بصوا شايفين بودره ازاي، غير المكعب اللي انا حطيته. حطيت نص معلقه مجرد بس زي ما بيقولوا يطعم، عشان انا مش هستخدم شوربه النهارده، ماليش مزاج اطلع شوربه من الفريزر. هحط معلقه سكر او معلقتين سكر، سكر حلو قوي مع الكوسه بيبقى تحفه. هنحط كيس الصلصه اللي احنا فتحناه، ما يغركوش الحجم الكبير ده، تقولوا ايه ده كل دي كوسه، لا دي بتهبط وبتبقى ما فيهاش. خلاص كده هنعمل، هجيب معلقه زيت او معلقتين زيت زي ما انتوا عايزين. بصوا انا عندي جزء بياكل الكوسه، يعني احنا هنحط معلقتين زيت، احنا 4 4 في البيت، ربنا يخليهم يا رب. بصوا يعني هنقلب كده، الاربعه دول 2 منهم بياكلوا كوسه واتنين مش بياكلوا كوسه، فهمتوني ازاي؟ كده يعني 2 منهم هياكلوا رز معمر، هعمل ان شاء الله رز معمر، واتنين منهم مش بياكلوا رز معمر، بياكلوا رز مطبوخ، وكمان مش اي رز، رز واحده وواحده ابو شعريه، مش كل بياكل شعريه، مش كل بياكل رز ابيض، يعني بصوا انا في معاناه. فانا هعمل النهارده باذنك يا رب بدون مقاطعه، نعمل طاجن كوسه، طاجن بطاطس، هعمل طاجن رز معمر، وهعمل الفراخ في الفرن في صينيه. يبقى احنا كده شغلنا الفرن على 4 حاجات، وعامل لهم حله رز صغيره فوق البوتاجاز للناس اللي هياكلوا كوسه، هياكلوا بطاطس. هنزل كده، كل دي هتهبط، ما تقلقيش وما تخافيش. بصي هتهبط ومش هيبقى فيها، انا بحب فيها البصل كتير، والثوم بيبقى رائع في الكوسه، رائع يعني. بصوا جربوه، دي طريقه امي الله يرحمها ويحسن اليها لما كانت تعمل الطاجن ده، ولازم يتعمل في طاجن صعيدي يعني. بصوا هو الطاجن الصعيدي ده هو اللي بيخليها تحفه كده. خلاص بصوا بقى شويه الحبه الصوص اللي هنا دول، هناخد كده، بصوا ما تنزليش ميه كتير، هي نص كوبايه او ربع كوبايه بس، ليه؟ الكوسه بتنزل ميه، كوسه بتنزل ميه. خلاص، وزي ما هو الحلو كده، مش على البوتاجاز،
على الفرن. انا مشغله الفرن دلوقتي على درجه حراره 220 رف، ده مش رف وسط، ده رف من تحت وما تضغطاش. خلاص حبايبي نروح بقى نعمل الايه، البطاطس. ادي البطاطس دول واحد ثلاث وحدات بطاطس، بصوا اتقطع كده طحينه ماشي، عليها ثلاث حبات طماطم، بصلايه برده، ثلاث اربع فصوص ثوم. بصوا بقى، بصوا كده، هتلاقوا مش هتلاقوا النهارده زي ما بيقولوا اسهل من الاكل بتاع النهارده والله. وانت واقفه شغالي هنحط نص معلقه ملح، بس هنحط فلفل، هنحط كمون، كمون مع البطاطس حلوه جدا، فلفل وكمون، وهنحط برضو حبه من الماجي اللي هم السايدين دول، وهنحط مكعب، ان زي ما قلت احنا النهارده مش هنحط اي نوع من انواع الشوربه خالص، اخر الشهر فاحنا بنقتصد. كمون حلو قوي يا جماعه في البطاطس، ما تستغربوهاش، كمون خطير. سوري. هنحط مكعب المرق، مش عايزه تقف في مكانها، بصوا هنحط مكعب المرق، ونحط معلقه زيت، زيت معلقه السمن زي ما انتوا عايزين. انا هحط بس نص نص مكعب، مش هحط كتير ماشي. انتوا طبعا هيستغربوني يقولوا انتي حابه ايه، كنت ما كنتيش بتستخدمي الماجي، ايه اللي جرى؟ لا بستخدمه بس يعني ايه، بس كده، بكميات قليله جدا، ما كنتش بستخدمه كميات كبيره، بس دلوقتي جبت الخضار. طبعا هما الاثنين كلهم وحشين، يعني مش هقول يعني ان انا ببرر نفسي ان هو الخضار، لا كله وحش، بس اهو بينجز بصراحه. معلقه سكر ماشي، هنحط زيت او سمن او زبده زي ما انت عايزه حبيبتي، معلقه زيت خلاص، زيت عباد، انا بستخدم زيت عباد او زيت ذره، مش بستخدم زيت قليه، زيت القليه ده للقليه بس يا جماعه. وده بقى كده قوي 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 كده بقى يديك قوي، فهمتوني ازاي؟ ونحط كوبايه ميه او نغطي البطاطس، تتغطى ميه وتتحط على البوتاجاز تغلي. بصوا يعني انا دلوقتي هعمل ايه اهي، بطاطس اهي، نجيب، انا ببقى دايما ماليه ازاز حطاها جنبي، بسم الله الرحمن الرحيم، ميه كده، بصوا بس كده تغلي على البوتاجاز، تاخد غلوتين ثلاثه اربعه كده خمسه، فهمتوني ازاي؟ كده كده تغلي ونحطها على في الفرن. طب انت دلوقتي عامله اربع اصناف، هتحطيهم في الفرن ازاي؟ انا عامله اتنين طاجن، فالاتنين طواجن دي هحطها من تحت، والصينيه دي وصينيه الفراخ هحطهم من فوق. خلاص هنروح نحطها على البوتاجاز تغلي، ونشوف هنعمل ايه التاني بقى. هنا يا قلبي ادي الفراخ، هنعمل صينيه فراخ، دي اوراق ماشي هوريها لكم، بس انا قسمت الورك اتنين ليه؟ هوريها لكم اهي، بصوا قسمت الورك اتنين لان زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الورك كبير ماشي. دي اوراق اتغسلت حلو قوي، واتنقعت في ميه وملح وخل، واهي دي كده حطي في ايدي وارجع لكم. غسلنا ايدينا، لازم تغسلي ايدك لان انا همسك علب التوابل وهمسك حاجات تانيه كتير. هنا بقى ايه، دول 8 اوراق ماشي، يعني حوالي 3 كيلو، وحطيت 3 4 بصلات كبار، فلفل اخضر، طماطم، فلفل اصفر، فلفل احمر، يعني بصي طماطم وفلفل، حتى في طماطميه هي لسه ما اتقطعتش، طماطم وفلفل وبصل، طماطم وفلفل وبصل. هنحط ملح، مش هنكتر ملح، نحط معلقه، معلقه ملح، هحط فلفل. بصوا دي بقى اسهل صينيه فراخ وتحفه وشيك جدا. بصوا انا معلقتي صغيره زي ما قايله لكم، معلقه ونص او معلقه، بمعدل انا معلقتي دي ومعدل ربع معلقه ازاي. هحط حبه مرق اللي هو السايب ده، بصوا اهو شايفين شكله، بصوا بودر، بصوا بتدي طعم وبتدي نكهه حلوه. خلاص هحط حبه قرفه صغيرين، حط شويه قرفه صغنونين كده، احنا مش هنحط مكعب مرق تاني، ومش هنحط، احنا مش محتاجين ال دي فراخ، حبه قرفه صغيرين، حط حبه سكر صغيرين خالص معلقه سكر برده صغيره، الطعمها بتبقى جميله جدا. الصينيه دي مش هنحط فيها لا سمن ولا زيت ولا سكر ولا اي حاجه، معلقتي صغيره يا حبايبي، لما اقول لكم معدل ربع معلقه، معلقتي مقاسها ربع معلقه. هنقلب ده كويس جدا جدا،
بصي كده الخضار ده بيبقى رائع. انت ممكن تعملي الاكله دي جنب مكرونه، جنب شويه رز، جنب بطاطس محمره، بتبقى جميله جدا. هنزل كده وابتدي بقى ادعك كل الفراخ. فهمتوني ازاي؟ بصوا كده بقى، على فكره ممكن اعمل الخلطه دي، الرخام عندي زي الفل، اعمل الخلطه دي كده واروح سايباهم زي ما هم كده. بصي عادي هي هتتبل كلها، اسيبها لتاني يوم في الصينيه او في الطبق متغطيه في الثلاجه، واطلعها تاني يوم ابتدي اتعامل معاها، بتبقى رائعه وبتبقى حلوه جدا جدا. والفراخ بتتبل، ما تقولوش لا الفراخ مش متبله، لا بتبقى طعمها جميل وجوسي. هحط بقى الكميه دي في الصينيه، او شوف تاخد لي صينيتين زي ما هتاخد وارجع لكم. جبت الصينيه، بصي تعملي كده وتحطي كده، الفراخ تبقى لفوق. ليه؟ عشان الفراخ انا عايزاها تحمر، يعني الخضار تحت والفراخ فوق. خلاص كده شكلها، هحط صينيه تانيه، مش هتكفي، ان هي المفروض هي شكلها تاخد صينيه تانيه صغيره عشان بس ياخدوا مساحه جنب بعضيهم كده. بصوا ناخد شوية خضار، لو خضار حاسة انه قليل ممكن يزود خضار تاني، مفيش اي مشكلة. خلاص زي ما هي كده، من غير مية، من غير سمن، من غير زيت، من غير اي حاجة، تدخل الفرن ولا تتغلي حتى على النار، ما تغليهاش على النار، تدخل الفرن رف وسط على درجة حرارة 200-220، وتسيبيها لحد ما هي هتنزل ميتها وتحمر وتقرمش وتبقى تحفة. خلاص نروح بقى نعمل طاجن الرز المعمر بتاعنا. هنا بقى هنعمل رز معمر ان شاء الله باذنك يا رب. ده الرز اللي انا عايزاه، يعني حوالي متهيألي نص كيلو، كله ربع كيلو ربع، غسلته حلو قوي وحطيت، بصوا فيه كمان ميه اهي، حطيت فيه كوبايه ميه، ماشي، يعني لازم رز المعمر يحط فيه ميه، ما ينفعش لبن بس. اسهل رز معمر النهارده، هنحط معلقتين الملح بتاعتنا العاديين جدا من غير اي حاجه، هنحط رشه فلفل صغيره، اللبن النهارده هنحطه اللبن بتلج عادي، بس رشه فلفل صغيره. يا سلام لو انت بقى عندك قطع لحمه او فراخ، هنحط الزيت، مش هعمل بسمنه لاني هحط على وشه بس معلقه ونص او معلقتين زيت، احط على وشه قشطه، وهعمل بلبن بلدي. قلب كده، نقلب الاول بس كده عشان الرز زي ما بيقولوا ايه. بصوا بقى دي قشطة بلدي، هاخد نصها كده هحطه في وسط الرز عشان يبقى الرز فيه قشطة من جوه كده، اللي هو تدعكي بيه القشطة، تدعكي بيه الرز. الاسود ده اللي انتوا شايفينه ده الفلفل الاسود، عشان ممكن تكون لسه حد داخل دلوقتي يقول ايه الاسود مش منقية الرز، ونسمع كومنتات جميلة. بصي كده ادعكيه كده خلاص، نجيب اللبن وكده. ادي اللبن حطيته زي ما هو، مش شرط تغليه، مش شرط يتغلي، اغسل ايدي وارجع لكم. بصوا بصوا تعملوا كده عادي، مفيش اي مشكله خالص. طلعي كيس اللبن من الفريزر، سيبيه يسيح شويه او حطيه على الميكرويف يسيح حبه، مش يغلي على التسييح، يسيح كده شويه. بتقولي ازاي؟ نزليه كده، مش هيجرى له حاجه، هو اصلا هيغلي جوه الرز اهو. رز ماما لازم يتعمل صح، طبعا هو كان لازم سمنه بلدي، بس انا مش عايزه اعمله بسمنه بلدي، كفايه ان فيه قشطه. بصي كده همسك بقى قطع القشطه على الوش كده كده، قشطه بلدي، وش لبن زي ما انت عايزه، قشطه بوك، بس هو بصراحه بالقشطه البلدي بيبقى تحفه. خلاص ده بقى جنب طاجن الكوسه اللي احنا عاملينه، بيوديك العالم تاني. هيدخل فرن من فوق، من يعني رف وسط، درجه حراره 200 او 180 لحد ما يستوي ووشه يحمر ويبقبش، والف هنا وشفا. وانا دلوقتي بعمل لهم كمان شويه رز، كوبايه رز واحده ليهم، بنتي حتى هي اللي بتعملها في الحلة عادي جدا، انتوا طبعا عارفينها قبل كده عملناها. يبقى كده فاضل ان احنا نطلع اكلنا ونشوف اكلة النهاردة شكلها ايه. هقدم جنبه مخللات، مش هعمل سلطة، هنقدم جنبه النهاردة مخللات. خلاص حبايبي
ايه دي غدانا؟ خلص السخن الملهلب والفرن شغالة، رز المعمر تحفة، الفراخ شايفين لونها رائعة ازاي، اللي بالخضار ونيف ني، اكلنا كله نيف ني النهاردة. صينية طاجن الكوسة ده ما اقولكوش رائع رائع رائع. صينية البطاطس كان عندي حتتين لحمة حطيتهم زيادة عشان يعني نزود القيمة الغذائية، حلو جدا وسريع، اكل سريع. شغلنا الفرن على 4 حاجات، خلصنا على طول، دفينا الشقه بتاعتنا وناكل اكل دافي زي ما بيقولوا. لو بنص فرخه تقدري تعملي احلى سفره من عندك. كلفتني كام السفره دي كلها؟ ما كلفتنيش غير الفراخ اللي جبتها، جايبه 3 كيلو اوراق ب 85 جنيه، ده عرض عند بتاع الفراخ. الطماطم عندي، اللبن والرز عندي، والقشطه، البطاطس عندنا، كل الناس عندها بطاطس. حتتين لحمه دول لا ما تبص لهم، مش دول قدام كانوا عندي. البطاطس والبصل والطماطم كل ده عندي. كوسه عندي، لا الكوسه كانت بالكيلو ونص ب 10 جنيه، يعني هنا 85 و10 جنيه كيلو ونص كوسه، ادي 95 جنيه، 100 جنيه هم اللي صرفتهم النهارده. اكله دي تقعد معاكي يومين ثلاثه حسب عدد افراد اسرتك، نقدر نعمل اكل نوفر بيه اخر الشهر، حلو جدا وسريع ودافي واسمه خضار، واكله فخمه. تقدري زي ما بقولوا ب 100 جنيه تعملي سفره حلوه بالحاجات اللي موجوده عندك في البيت. يا ريت تجربوها، بحبكم قد الدنيا دي كلها. انا حنان رمضان.